يلا بينا نرجع كده لوصفاتنا السهلة. أول حاجة هعمل معاكم النهاردة سلطة، عبارة عن خس، ده خس أمريكي أو خس عادي ملفوف بنفسجي، وجزر وخيار كلهم كده، مجبتش سباتيولا ليه يعني، مجبتش سباتيولا ليه، وبصلة وبيضة نفس كلهم مبشورين، انا كلهم بقطعهم بنفس المبشرة علشان يطلعوا نفس الشكل. اوكي، على دول هحط ايه؟ دي تفاحة حمراء قشرتها وهبشرها كده فوقيهم زي ما انتم شايفين كده، حاول ان انا ايه ابعد عن الزيت. فيها حلاوة ومش هيبان طعم التفاح ولا حاجة، ما تقلقوش. اوكي، وهحضر الصوص هنا في البرطمان ده. هحط اول حاجة زيت زيتون، ومستردة تقريبا معلقة، عصير نص ليمونة تقريبا كده يعني معلقة صغيرة من العسل، وفلفل أسود وملح، واخدهم كلهم كده واقلبهم مع بعض، هيبقى تقيل كده. هضيف الصوص كده عليهم وهقلبها كلها مع بعضها. خلاص يعني هبقى صحية النهاردة، سلطة وسلمون. خلوني كده اخد قطعة السلمون واحتفلها بعصير ليمون وملح وفلفل، ده الملح الأورجواني من اي هيرب، بنزلكم الكودين شوية. ده فلفل مشكل حلو جدا، حاطه في التقديم، ترشي على البيض المسلوق على الجبن على اللبنه، خطير صراحه. حط شويه زيت زيتون، حمرت السلمون كده من كل الاتجاهات لحد ما استوى، واخد معاها شوية من السلطة الحلوة دي. التفاح عامل لها تيست يجنن صراحة، شكل كده هدخل التفاح في سلطات كتير في المرحلة الجاية.